نحرقوش الناس اللي معانا، لازم ذلك ما نستعملوش هذوك. انتما صغار ممكن عندك الجهاز الملاعب ما تنظروش، ولكن تديروا المؤسسة تديروا وفاء إذا كانت تحت شعار الشرطة مرافقكم الدائم سطرت مصالح أمن ولاية مدية مخططا أمنيا وقائيا من أجل إنجاح الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020-2021 الذي جاء هذه السنة في ظروف استثنائية بانتشار داء كورونا. هذا المخطط تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية، من بينها وضع تشكيلات أمنية بالقرب من المؤسسات التربوية لحماية أبنائنا من حوادث المرور، بالإضافة إلى دروس تحسيسية توعوية نشطها إطارات، وتم من خلالها تقديم نصائح وإرشادات لفائدة التلاميذ وأوليائهم.